هو اتحاد الوطن لطلبة البحرين، وكان أعتقد سنوياً في عندهم انتخابات إذا أنا مو غلطانة، وكانوا اتحاد الوطن لطلبة البحرين بغداد، فرع بغداد. إيه طبعاً كان طلبة البصرة وغير الموصل، إذا كان في طلبة بحريني أيضاً كانوا أعضاء في هاي الاتحاد. في دورة من الدورات أنا دخلت وفزت في الانتخابات ضمن قائمة البعثيين من الطلبة. قائمة البعثيين من الطلبة البحرينيين، كانت قوائم. نعم، وفزنا. إنما أنا اهتميت، ولا لازلت أنا مهتمة بما كسبته أنا من هذه الفترة، وليس كان اهتمامي موضوع الحزب الفلاني ولا العلاني ولا الطلبة اللي كانوا معي ولا مو معي. لا بس أنت ما اخترتي، بكل تأكيد ما اخترتي تنزلين على قائمة بعثية إلا أنت معهم. طبعا لا موجودة. شكرا ظليتي عضو إلى نهاية السبعينات تقريبا. لا لا، مو مش في حزب البعث، أقصد في سنة واحدة. سنة واحدة إيه، أقول لك 73 رحت بيروت.